اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئة تؤكد أن الاغتيالات بالبصرة تسير وفق عملية تصفية ممنهجة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة وميليشياتها الطائفية. وفي المدى العبادي يدعو للتحقيق بأسباب تصوير النواب أوراق اقتراعهم. ونطالع في كتابات: الخلاف على رئاسة العراق يعمق انقسامات الأكراد. جاء في الجزيرة نت: نائب وزير العدل الأمريكي ينفي بحث إقالة ترامب. ونتصفح في العرب الجديد بومبيو: أخبرنا إيران بأننا سنتحرك فورا إذا تعرضنا لأي هجوم من وكلائها. وفي القدس العربي: ماي تواجه استقالة وزراء بسبب خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي الحياة نطالع أخيرا وليس آخرا: الاحتلال يستنفر لمواجهة تصعيد مسيرات العودة. أهلا بكم. الإرهاب أصبحت له مقاعد إيرانية في عدة برلمانات من بينها العراق، حيث طالبت المقاعد الإيرانية في اليوم الأول من انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتصاص من تاريخ الإنسانية والعروبة، ولم يعد في الأمر ما يثير العجب في الانتقام من البصرة أو المتظاهرين أو شط العرب أو ما سبق من تدمير للمدن العراقية بالإرهاب الإيراني، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. الاحتلال الإيراني للعراق صار مضرب الأمثال في كيفية التمدد لدول أخرى بملء فراغ القوى المحتلة أو استغلال الحريات المتاحة في الدول المتقدمة أو بارتداء الأزياء في الديمقراطيات الناشئة بتكوين واجهات لأحزابها، كما النموذج الأفغاني مؤخرا من حزب الله أو من أحزاب أخرى في دول عربية وغير عربية تسلقت السلطة والمجالس النيابية، بما يستدعي الحذر الآن ومستقبلاً وفي جميع دول العالم من تسلل الإرهاب الإيراني الذي يتفوق على إرهاب تنظيم الدولة، لأنه بمرجعية وإمكانيات دولة تمثلها إيران وملحقاتها من دول خاضعة لمشروعها. قبل توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاحتلال الأمريكي وحكومة نور المالكي ولغاية سنة 2011، حيث انسحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية، كان بالإمكان الحديث عن بقايا مفردات طرفين أو وفود واتفاقيات بين بلدين رغم العمالة ووحدة الأهداف، لكن بعدها وحتى الآن هنالك طرف واحد هو الطرف الإيراني. لذلك فإن شط العرب يشار إليه باتفاقيات شكلية مع العملاء باعتباره شطاً إيرانياً يطلق عليه أرفند رود. ورغم أن بروتوكول تحديد الحدود أو خط التالوك النهري يقضي بإبقاء المياه عند مستوياتها وبمسؤولية الطرفين في الإنفاق أو بإطلاق كميات معينة عند شحتها من الخزين الاستراتيجي، لكن شط العرب ينتظر القرار الإيراني إن كان من بغداد أو طهران. الظروف الصعبة والفوضى السياسية التي تضرب أطنابها على كل مساحات العراق وخصوصا في العاصمة بغداد تفيد كلها بأن العراقيين في مأزق مصيري حقيقي لا يحسدون عليه أبدا، فهم غير قادرين على التفاهم فيما بينهم وساسة غير مؤهلين إطلاقا كي يجدوا الحلول المناسبة للمشكلات، لا للمشكلات السياسية ولا الخدمية، لأن الطبقة السياسية المستحوذة على الحكم فاسدة كلها بلا استثناء، ولم تصدر أي عقوبة صارمة بحق المسؤولين الفاسدين هؤلاء، وغالبيتهم مطعون في أهليتهم وتاريخهم، إضافة إلى أنهم مجموعة دكاكين وجدت كي تبحث عن مصالحها الشخصية والفوية فقط حصرا بعيدا عن المصلحة الوطنية العامة، بحسب الكاتب سيار الجميل في مقال بصحيفة العرب الجديد.
ما يجري من مآس في البصرة اليوم سيناريو مختلف عن تراجيدية الموصل منذ أعوام، وإذا كانت الأخيرة قد سحقت فإن البصرة ستلحق بها، لأنه لا يمكن معالجة مآسيها ضمن سياقات الحكم الحالي، والعاصمة بغداد تعيش ملهات الصراع على السلطة بشكل مقزز. أية حلول لانبثاق سلطات رئاسية وتشريعية وتنفيذية ليست واضحة في الأفق حتى الآن جراء المساومات، فكل طرف يعزف على هواه لضمان مصالحه، والصراع الداخلي لا يمكن التكهن بنهايته جراء التقلبات المفتوحة للساسة الذين انتخبوا في دورة اعترف مسؤولون أنها مزورة، فكل ما سينتج عنها هو باطل. وإذا مارس بعضهم سياسة الحي الرقطاء إذ يظهر نفسه ضد الطائفية والمحاصصات فهو كاذب يبطن عكس ما يظهر، في حين يتبع آخرون سياسة النعامة التي تخفي رأسها في الرمال وسيقانها أشلاء عارية، وتجد المجرم في الأمس غدا حليفا لخصبه اليوم، وتجد من كان متظاهرا إرهابيا معتصما في الأمس غدا اليوم مناضلا ومجاهدا، والكل قد غسل وجهه بفضلاته بلا حياء ولا أخلاق. الكاتب يضيف: هكذا فالعراق في مستنقع سياسي ناس تخلو أحزابه وتكتلاته من أي مبادئ وطنية خالصة، وتنعدم البرامج العملية عند جل القادة السياسيين. السلطة فاشلة لا تسمع منها إلا اللغو والأكاذيب، وثمة ميليشيات ودوائر حاكمة تتحرك بنفوذها بمعزل عن السلطة الرسمية. تريد إيران العراق حقيقة تريد حديقة خلفية لها باستخدام كل مصادره وتوظيفها من أجل مصالحها الخاصة البحتة، وأمريكا تشد وترخي لكي تديم البوابة الشرقية لمصالحها الخاصة في الشرق كله. الأداء المخجل للحكومات والبرلمانات المتعاقبة والخراب الواضح وأرقام الأموال المسروقة بطرق قانونية وغير قانونية من موازنة العراق الظاهرة والباطنة تجعلنا أمام كارثة وطنية، ولهذا يأتي هذا التساؤل: من الذي ضيع مفهوم شرف الواجب الوظيفي؟ ومن سرق أكثر من 1,000 مليار دولار؟ ومن الذي دعم الميليشيات وسفك الدماء وانتهك الأعراض وسعى لتخريب مفهوم الدولة؟ أليسوا هم غالبية رجال الأحزاب الذين أدوا القسم الدستوري؟ هذا مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. مع انطلاق الدورة البرلمانية الرابعة الحالية نجد أن العراق صار ملعباً لعشرات الدول وأبرزها إيران وأمريكا، وهما من يتحكمان بالمشهد السياسي والعسكري، وجميعهم يبحثون عن مصالحهم، بينما مصلحة العراق مفقودة ومغيبة. رعاية مصالح الشعب من كبريات الشعارات المتناقضة مع واقع الحال الماحي لأبسط القيم الإنسانية، لأن غالبية هؤلاء الساسة لم يحافظوا على أرواح الأبرياء من بطش الميليشيات، ولم يقفوا وقفة صادقة أمام قوى الشر والباطل والإرهاب الرسمي، ولم يؤنب ضمائرهم غياب الحياة الإنسانية الكريمة واستمرار جرائم الترهيب والتخويف والإفقار المنظمة. نحن هنا أمام حنث ظاهر في القسم، فالساسة لم يحافظوا على سلامة الثروات والقيم الوطنية، والمواطن ما عاد يفكر في سلامة الأرض والمياه والثروات المنهوبة من غالبية الذين أقسموا على هذا القسم، وإنما بات يتمنى أرضاً يعيش عليها تكون خالية من اليورانيوم المنضب، ويحلم بماء صالح للشرب وتوفير أبسط الخدمات. أما النظام الديمقراطي فهو مفصل على مقاسات أحزاب السلطة، وكل من عداهم هو من الإرهابيين. الكاتب يقول: المسؤول الذي لا يخاف الله ولا يردعه قانون ولا يتوقع أن تثور عليه الجماهير المظلومة، فهذا المسؤول سيطغى طغيان فرعون، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام مئات الفراعنة الديمقراطيين الذين استباحوا خيرات البلاد وأهلها. كما كانت التوقعات، فإن النظام الإيراني
أذنابه بدأوا حملتهم المضادة ضد أهالي البصرة انتقاماً لترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني ولعملية إحراق مكاتب الأحزاب والميليشيات التابعة للنظام الإيراني بالإضافة إلى القنصلية الإيرانية كما تعلم. وعندما تقوم وسائل إعلام إيرانية باستخدام عبر حسابات إلكترونية وبنشر صور لشباب عراقيين مشاركين في تظاهرات البصرة وتقوم بتشويه الحقيقة الموجودة على الأرض في البصرة، حيث زعمت أن لديهم علاقة مع السفارة الأمريكية في العراق لتخريب المحافظة وحرق القنصلية، فإن ذلك يعني أن هناك مخططا واضحا ضد أهالي البصرة، ولا سيما الناشطين منهم من المناهضين الأحرار لنفوذ ودور النظام الإيراني المشبوه في العراق. هذا مقال للكاتب علاء كامل شبيب في موقع كتابات يتحدث عن دور إيران التخريبي في البصرة. القنصلية الإيرانية في البصرة والسفارة الإيرانية في بغداد يعلم القاصي قبل الداني بدورهما المخرب والمشوه، ويكفي أن لهم جنوداً من العملاء والمرتزقة المأجورين الذين يقومون بتوجيههم لتصفية حساباتهم مع كل عراقي يريد أن يرى بلاده من دون نفوذ وهيمنة هذا النظام المكروه من جانب شعبه، والذي صار يترنح من جراء الأوضاع السلبية التي يواجهها والتي لا يجد لها حلاً، والذي يحز في النفس أنه وفي الوقت الذي يتم فيه داخل إيران رفع وترديد شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، فإننا نجد أذناب هذا النظام يعملون كل ما بوسعهم من أجل تقوية النظام وجعله يقف على رجليه ليبطش بشعبه أكثر من أي وقت آخر. ولكن سيرى هؤلاء العملاء وعن قريب كيف سيتهاوى هذا النظام وينتهي ويترك أيتامه في العراق ولبنان واليمن وغيرها من ورائه، وهم منبوذون محتقرون من جانب شعوبهم وتطاردهم لعنة العمالة حتى موتهم. طبعا بعد تقرير وكالة مهر الإيرانية للأنباء والمقربة طبعا من الحرس الثوري الإيراني عن نشطاء عراقيين في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الصورة تتوضح أكثر وأكثر، ولا سيما بعدما كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الأحد الماضي عن اعتقال نحو 35 شابا في البصرة في ظروف غامضة وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة. لم تفاجأ روسيا إطلاقا بالحساسية البالغة التي أثارها الاقتراب من إدلب، بل أرادتها واستغلتها لاستدراج صفقة من تلك الصفقات التي لا يزال فلاديمير بوتين يحاول انتزاعها من الحكومات الغربية بحسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان بصحيفة الحياة. الأكيد أن الحكومات الغربية ليست متمسكة باللاجئين لديها وتتنافس على الفرص الاستثمارية التي تتيحها إعادة الإعمار، لكن عدم استجابتها لعروض بوتين عانت بوضوح أن ضمانات روسيا زائداً ضمانات نظام بشار الأسد زائداً الوجود الإيراني في سوريا غير صالحة ولا كافية لإقناعها بالتعاون معهم. وقد أعطت أزمة الثمانية أعوام دروساً قاسية للجميع، خصوصاً للشعب السوري قبل سواه. هذه نتيجة كارثية بالنسبة إلى بوتين، فهو لم يخط تدخله في سوريا ولم يمضي فيه إلى أقصى التغول والوحشية، ولم يساهم في دفع اللاجئين إلى أوروبا، ولم يعطي موافقته على التدمير المنهجي واستخدام الأسلحة غير المشروعة بما فيها الكيماوية، ولم يدفع الأمريكيين والأوروبيين إلى قبول وتعايش قسريين مع فكرة بقاء الأسد في السلطة، إلا ليصل إلى اللحظة التي يجدهم فيها جاهزين لتلبية شروطه لا للتشكيك في ضماناته. تكمن كارثية هذه النتيجة في أن روسيا مضطرة والحال هذه لأن تتحمل كل تكاليف مغامرتها. بوتين يعتبر أنه في صدد إنهاء الحرب السورية وأن على الحكومة الغربية أن تساهم في استحقاقات ما بعد الحرب، غير أنه يريدها أن تساهم من دون أن تتدخل في خطته وأهدافه ومن دون أن تسأله عما فعله بالحل السياسي.
جاء في القدس العربية عن الاتفاق التركي الروسي في إدلب، أسبابه وتداعياته، حيث كتب محمد زاهد جل حول هذا الموضوع في صحيفة القدس العربية. روسيا تعلم أن أمريكا والغرب يريدون توريطها أكثر في سوريا، ويريدون توسيع الصراع الروسي ضد العرب والمسلمين في سوريا وغيرها، بينما تريد إيران أن تستثمر التدخل الروسي العسكري لصالح مشروعها المذهبي الطائفي في قتل المعارضة السورية ومن يعارض نفوذها في سوريا ولبنان وغيرهما، بينما تريد تركيا حلاً سياسياً سلمياً في سوريا يحمي أمنها القومي أولاً ويحسن التقارب الحضاري والتعاون الاقتصادي معها ثانياً. وقد حاولت تركيا كثيراً أن تضع التدخل الروسي السياسي قبل أن يكون تدخلاً عسكرياً في مساره الصحيح. روسيا أصبحت في سوريا في أزمة عسكرية وسياسية واقتصادية غير محتملة، وإيران لا تهتم بذلك، ورئيس بوتين لا يستطيع إظهار الاختلاف مع إيران ولا مع بشار الأسد، ولا يستطيع قبول المطالب الإسرائيلية والأمريكية بإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا لأنها تحمي قواعده العسكرية حتى الآن، وأصبح بحاجة إلى من يتحالف معه لإخراج روسيا من المأزق السوري، ولم يجد غير تركيا. ويضيف الكاتب: لأن إيران بالتنسيق مع أمريكا تعمل لإغراق روسيا أكثر وأكثر في سوريا، وأمريكا حاولت توريط روسيا بالهجوم على إدلب بشرط عدم استخدام واستعمال الأسلحة الكيميائية، والهجوم الروسي على إدلب لا تضمن حقيقة روسيا أن لا يتم استخدام الأسلحة الكيميائية فيه، إما من إيران أو من جيش بشار الأسد أو من غيرهما، وبالتالي إيجاد المبرر لتدخل أمريكي وفرنسي وأوروبي حتى من المؤكد أن إن تم طبعا فإنه سيدمر الآمال والحلول والمشاريع الروسية في سوريا. بعيداً كل البعد عن السياسة، أعلن استوديو تطوير الألعاب الفنلندي روفيو عن التعاون مع شركة دريس جيمز في السويد لإطلاق لعبته المشهورة الطيور الغاضبة الجديدة بنسخة تستخدم الواقع المعزز على نظارات ماجيك ليب وون، ولا تختلف طريقة اللعب في هذه النسخة عن سابقاتها، حيث يتم إعطاؤك مجموعة من الطيور المجسمة ومقلعاً، يطلب منك تحطيم الأشكال برمي الطيور بواسطة المقلاع، إلا أن الجديد هو أنك تقوم بذلك في الواقع المعزز، حيث الطيور والهياكل والمقلاع تظهر كمجسمات ثلاثية الأبعاد. ولكن المثير هو أن تجربة لعب الطيور الغاضبة تحتاج لشراء نظارات ماجيك ليب وون، والتي تكلف 2295 دولاراً، لذلك لن تتمكن هذه النسخة من الوصول لمعظم عشاق هذه اللعبة التي ظهرت منذ عقد من الزمن. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.